ازاي هعمل العلامة المائية على فيديوهاتي؟ السؤال ده او الاستفسار ده جاي من اختنا هروب الى حياة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احلى ناس واحلى عيلة. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهه عندك فرج ما نحن فيه. موضوع النهاردة باختصار كده هو فيديو صغير، هعمل العلامة المائية ازاي على فيديوهاتي. احط اللي هو الصورة بتاعتي، ممكن الصورة بتاع البروفايل احطها على فيديوهاتي، تمام، تبقى موجودة في الفيديو دايما. هدخل منين؟ احنا وصلنا للوحة البيانات، هنوضحها حالا من التليفون ازاي تدخل لوحة البيانات، تمام. هدخل من لوحة البيانات من هنا وهدخل على ايه؟ على التخصيص اللي هي العلامة دي، لوحة البيانات، وهدخل على التخصيص اللي هي العلامة اهي، اهي في علامة قلم وتلات ايه، هي دي، تمام. من التخصيص بختار العلامة التجارية اللي هي اللي في النص دي، بيبقى هنا ممكن احط صورة البروفايل، تمام، احط صورة البانر، وبنزل تحت كده اللي هي ايه، العلامة المائية للفيديوهات، صورتي اهي، ده بالنسبة لي انا حاطط صورتي، تمام. حضرتك تقدر تحط صورة البروفايل بتاع قناتك، اي حاجة انت عايزها، ما فيش ادنى مشكلة، تمام. هتحطها ازاي؟ هتضيفها ازاي؟ عندك كلمة، انا بالنسبة لي عندي تغيير، هتبقى عندك كلمة اضافة، تمام. هضغط على انا تغيير اهو، تمام، هيدخلني على الصور اللي عندي سواء من التليفون او من الموبايل، سواء من التليفون او الموبايل. مثلا بنختار اي ملف هنا، مثلا نروح لداونلود، مثلا اختار دي كده الايقونه بتاع اليوتيوب مثلا، ممكن اختار دي وممكن اقول له تم، هتلاقيها موجوده عندي هنا كده دايما باستمرار، تمام. طيب في عندي اختيارات هنا، عايزها في نهايه الفيديو بس، يعني في اي وقت من الفيديو في النهايه، ولا وقت بدء مخصص لو انت عايز تظبط ده، او الفيديو كامل. احنا بنختارها الفيديو كامل لان هي بتبقى شفافه اصلا، يعني ما بتبقاش مداريه اي حاجه عليها يعني وفي خلفها يعني، تمام. يعني زي مثلا الفيديو بتاعنا ده اهو، ده كده صورته اهي محطوطه هنا، تمام، هي دي. لما بتقف عليها كده بيجيلك اشتراك، لما تمشي شويه كده نقفل الصوت بس شويه، تمام، هي موجوده، هي شفافه يعني، هي مش مداريه اي حاجه، تمام. ده في القصد بتاعها او الفكره بتاعتها. وبعمل انا ايه؟ نشر. بس انا طبعا هعمل ايه؟ الغاء عشان بس صورتي تفضل يعني، تمام. هندخل من التليفون، هندخل من التليفون مع بعض، مفيش عندنا مشكله، هنعمل الغاء هنا قبل ما ننسى يعني، تمام. ندخل من التليفون، هي دي الايقونه اللي احنا سايبينها للوحه البيانات، تمام. بضغط عليها، تمام، دي لوحه البيانات بتاعتنا. هنختار التخصيص اهي، هي العلامه دي، لو كبرنا الشاشه شويه ونجيبها للجنب اهو، هي العلامه دي اهي، وده دخل بينا على تخصيص القناة اهو. هضغط انا فين؟ على العلامة التجارية، نفس الحكاية بالظبط، عندي هنا اصغر الشاشة شوية صغيرة، نفس اللي هنا بالظبط، وتغيير برضو، تمام، وتغيير، واختار اي صورة انا عايزها، اي حاجة اي حاجة، وليكن دي بقول له تم، تمام. وبعد كده اصغر الشاشة عشان تظهر عندك كلمة تم اهو، تمام. المهم انا هعمل الغاء عشان انتوا فهمتوا الفكره دي، تمام. اي سؤال في اي موضوع سيب تعليق بسؤالك، وان شاء الله اعمله لك فيديو، او ارد عليك في التعليقات لو موضوع مش مستاهل فيديو، او برضو نقدر نرد عليك في الحفلات ان شاء الله تحت امر الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله جميعا.